بدورته الثانية وبمشاركة 140 مصوراً. انطلقت فعاليات مهرجان أسبوع القاهرة للصورة، وذلك بالتعاون مع السفارتين الأمريكية والفرنسية، حيث قام السفيران الأمريكي والفرنسي بجولة لمشاهدة معرض الصور الذي يسعى لدعم العاملين وتقديم المواهب المحلية والإقليمية في مجال التصوير الفوتوغرافي. في البداية، هذا الحدث يوضح جانب كبير من جمال القاهرة، وهذه هي المرة الأولى التي ترعى فيها السفارة الأمريكية هذا الحدث الكبير في مصر، ونحن سعداء بذلك جدا ونفخر بدعم مصورين من مصر ومن العالم. بالرغم من ظروف فيروس كورونا، لكنني حريص على المشاركة في هذا الحدث الثقافي الكبير والذي تم تنظيمه بشكل جيد من قبل المنظمين والمسؤولين عنه. فالقاهرة هي مدينة للتصوير لأنها مدينة حية خلقت لفن الصورة، وهذا المهرجان المقام في قلب القاهرة يسمح برؤية جيل جديد من المصورين المبدعين المصريين والعالميين من كل مكان. هدفنا هو إن ده يبقى المهرجان الرئيسي للوطن العربي وشمال أفريقيا ومصر طبعا، لأنه ما فيش مهرجانات كلها أوروبا أو أمريكا ومحدش بيستضيفنا إحنا، فده دورنا إن الناس تيجي بقى وتشوف إحنا عندنا إيه. مهرجان الصورة يتميز هذا العام بوجود معرض خاص بالتصوير السينمائي بعنوان سيما، يشارك فيه نخبة من أهم المصورين السينمائيين في مصر. تجربة مهمة جدا، مش بس لأن هي بتجمع كل الناس اللي بتصور وكل مجالات التصوير المختلفة، بس كمان لأن بتبقى فرصة أنه الناس تتقابل وتعمل تشبيك تشبك مع بعض. أنا معجبة جدا بهذا الحدث الذي يقام في مدينة القاهرة الجميلة، ويظهر جمال التصوير الفوتوغرافي، وهذا بالفعل مستوى عالي من العمل، وأعتقد أن المصورين أصبحوا مهمين جدا، فكلنا الآن لدينا هواتف محمولة والكل يستطيع أن يصبح مصورا، وبالتالي يمكن أن نتعاون مع بعضنا البعض بلغة الصورة. مهرجان عالمي يقدم فن القصص البصرية من خلال الصور، مع تبادل الخبرات بين مصوري العالم باختلاف ثقافتهم لإثراء الساحة الفنية. هويدا يحيى، MBC مصر.